بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهاردة 4 جمل يدوروا كلهم حوالين نفس الفكرة، وهي فكرة القاعدة الخاصة بأفتر وأس ونقاس. وهنعرف التركية الأهم بين ال4 جمل اللي دايما بتظهر معانا في امتحان الثانوية العامة. عندنا الجملة الأولى بتقول After the police space the thief he was sent to prison. عندي 4 خيارات: A arrested, B arresting, C has arrested, D had arrested. وبالرجوع للقاعدة الأصلية هنلاقي إن بعد أفتر بيجي لنا جملتين. الجملة الأولى بتكون جملة الحدث الأول، وبيكون دايما الزمن الخاص بيها ماضي تام، أما جملة الحدث الثاني فبيكون زمنها ماضي بسيط. يبقى إحنا كده محتاجين الماضي التام بعد أفتر، جملة الماضي التام، علشان كده الإجابة الصح هتكون الإجابة رقم D، لأن الماضي التام بيتكون من هاد والتصريف الثالث. ولو جينا نعمل تحليل لعناصر الجملة اللي معانا هنلاقي إن الجملة أكتف، يعني مبني للمعلوم، لأنها بتسير بالترتيب الطبيعي للجملة. عندنا فاعل، فعل، مفعول. والفاعل عندنا كان the police، الفعل كان had arrested، المفعول كان the thief. لكن نفترض في الامتحان ان هو شقلب لنا الجملة رأسا على عقب وبدأ الجملة بالمفعول، يعني بعد after جاب لنا على طول the thief. تعال نشوف ساعتها الخيار الصحيح هيكون معانا ايه، والجملة هيكون شكلها على النحو التالي: After the thief space he was sent to prison. وعندنا 4 خيارات: A had arrested, B has arrested, C arrested, D had been arrested. طبعا هنا مبني للمجهول، احنا قلنا ان بعد after بتجيلنا جملة الماضي التام اللي هو بيتكون من had والتصريف الثالث، لكن معانا هنا بعد after جاب لنا المفعول، فالجملة اصبحت passive مبني للمجهول. طب يا ترى زمن الماضي التام لما نبني للمجهول بيكون شكله ايه؟ بيكون had been والتصريف التالت. تاني had been وتصريف تالت. كده معانا هتكون الاجابة الصحيحة رقم D had been arrested. ومعانا الجملة رقم 3 بتقول After a space the thief he was sent to prison. طبعا معانا 4 خيارات: A arrested, B arresting, C has arrested, D had arrested. وبالرجوع للقاعدة الخاصة بالجملة دي هنلاقي ان عندنا after لو مش هيجي بعدها جملة تامة فطبعا هيجي بعدها adverb plus ing، يعني فعل مقترن ب ing، فعل ونهايته ing. طبعا والجملة التانية هتفضل زي ما هي ماضي بسيط، وبكده هتكون الإجابة الصحيحة معانا arresting. والجملة هيكون معناها بالعربي بعد القبض على اللص هو أرسل إلى السجن. معانا دلوقتي الجملة رقم 4، وهي الجملة اللي بتحمل التركة الحقيقية اللي لو ظهرت في امتحان الثانوية العامة بتعمل مشكلة كبيرة لمعظم الطلاب. والجملة دي بتكون مركبة، الجملة دي بتكون عبارة عن استخدام قاعدة after، ولكن بعدها هتيجي جملة passive يعني مبني للمجهول، ولكن بنقوم بحذف المفعول، يعني هنختار الفعل المبني للمجهول بشكل مباشر، وطبعا هنا بتكمن الصعوبة. تعال نشوف الجملة ونشوف الخيار الصحيح هيكون ايه. الجملة بتقول After a space by the police he was sent to prison. طبعا عندي 4 خيارات: A had arrested, B arresting, C being arrested, D arrested. هنا طبعا عايزين نختار الفعل بشكل مباشر ولكن يتم بناؤه للمجهول، فهنا الخيار الصحيح معانا هيكون C being arrested. ونتمنى التوفيق لكل أبنائنا من طلاب الثانوية العامة. شكرا لحسن المتابعة، كان معكم مستر أحمد الوكيل.